درسنا لهذا اليوم unseen passage وهي القطعة الخارجية. طبعا هذه القطعة الخارجية هي موجودة في كل المراحل، يعني تجي لكل المراحل من الابتدائية للسادس إعدادي أو حتى في الكلية موجودة. وبعض الطلاب يلاقون صعوبات عن حل القطعة الخارجية، والسبب هو قلة مفرداتهم باللغة الإنجليزية، ويعني حفظ ما يحفظون، ولهذا معاني، ولهذا يلاحظون يواجهون صعوبة بالترجمة. فالكلمات اللي واجب على الطالب يحفظ معانيها حتى يحل هي هاي الموجودة أمامكم على الصبورة on the whiteboard. الكلمات اللي هي كلمات أو أدوات الاستفهام اللي تبدأ بWH WH questions، يعني هاي أدوات السؤال، نعم، اللي هي تبدأ ب، إحنا مثل ما كاتبينها when where how who why what how often، أو تلفظ how often ما مشكلة، how long how far how old how many how much whose whom والأوكسيليري الأوكسيليري verbs اللي هي الأفعال المساعدة. يجب على كل طالب يدرس لغة إنجليزية يفهم معنى هذه الكلمات حتى يحل السؤال، وإذا ما يعرف معنى هذه الكلمات أبداً أبد ما يقدر يحل. فيجب عليه أن يحفظ معانيها أولاً، هذه يعني هي مفتاح الحل، لازم يعرف معانيها وإلا ما يقدر يجاوب ولا جملة. نعم، وأعتقد بالمرحلة المتوسطة والإعدادية، بالمتوسطة أكو بعض الطلاب الضعيف جداً ما يعرف بالمعاني مالتين، بس بالإعداد لا يعرفون. فهسه رحنا نعيد المعاني مالتهن ونكتبها على اللوح on the whiteboard. when معناها متى، متى، و معناتها أين، how معناتها كيف، who معناتها من الذي، يعني شخص، من، من الذي، من الذي يعني شخص، why يعني لماذا، لماذا يعني سبب تنطيب الحل، what اللي هو ما، ما، وماذا، ما أو ماذا، ماذا، وهي تسأل بها عن المهنة وتسأل عن شيء وبعدين نفصل إن شاء الله. how often أو how often يعني كم، كم مرة، كم مرة، يعني الجواب راح يكون بعدد المرات أكيد. خلينا how long ما طول الفترة الزمنية أو ما طول المسافة، هذه ما طول، ما طول المسافة، ما طول المسافة أو ما طول الفترة، الفترة، الفترة الزمنية، فترة الزمنية، طول الفترة الزمنية، طول المسافة، يعني هذا شوية الطالب يجب أن يعرف يلاحظ الشرح زين، يركز على شرحنا اللي هي لها معنى، يعني مسافة، مسافة طريق، مسافة نهر، نسأل عليه بهاو لونج. وهاو لونج أيضا ما طول فترة الزمنية، هاي تجي ويا المضارع التام، دائما مع المضارع التام هذه اللي ما طول الفترة الزمنية، نعم، تام والتام المستمر. how far هاي مختصة بالمسافة ومن وإلى، يعني ما طول المسافة من وإلى، تختلف من هذه، نعم، ما، ما المسافة، سافة، نعم، ما المسافة، طبعا دائما تكون من إلى، من وإلى، يعني بالإنجليزي from to، بعدين إن شاء الله نرتب عليها بعض الجمل ونفهمكم عليها. how old يعني كم العمر، كم
كم العمر. How many, how many يعني كم الكمية، كم الكمية، كم الكمية المعدودة، يعني اللي المعدودة، هاي للمعدود، المعدودة. نعم. How much، كم الكمية، أيضا كم، بس الكمية الغير معدودة، كم الكمية، هاي معلومة عليها يعني غير معدودة، غير معدودة يعني الكمية غير معدودة. نعم الكمية غير معدودة. ايش عندنا بعد؟ بعد عندنا هوز من، لمن، العفو، لمن، هوز لمن، هاي للتملك، لمن. وهوم من، او من الذي مفعول به، يعني الهو دائما نسأل بها عن الفاعل، والهوم عن المفعول بها. ايضا من، من الذي، من، من هو، وهكذا ايضا معناها من. والاوكسيلياري فيربس، الاوكسيلياري فيربس اللي هي الافعال المساعده، الافعال، الافعال المساعده، الافعال المساعده. طبعا احنا عندنا اربع مجاميع من الافعال المساعده. مرات السؤال ما يبدا في دبليو اتش كويستشن، يعني ما يبدا من هاي الادوات مثل وين وير والى اخره، يبدا مثلا فعل مساعد. احنا عندنا المجاميع، مجموعه الافعال المساعده هي طبعا اربع مجاميع عندنا من الافعال المساعده. افعال فيرب تو بي، فيرب تو بي اللي هي تنقسم الى is بالمضارع و are و am، هاي افعال مساعده. نعم. بالماضي was و were، هاي هسه افعال مساعده مجموعه verb to be. مجموعه verb to do اللي هي do، اللي هي do، do و does، does، did، هذه مجموعة يسمونها مجموعة verb to do، اللي هي دائما طبعا ما كتبها كابيتال لتر، هي تجيك بالكابيتال لتر بداية الجملة. احنا نعرف من علامات الترقيم والحروف الكبيرة انه بداية الجملة يكون حرف كبير كابيتال لتر، فتنكتب بالدو بالكابيتال، كل ينكتب بالكابيتال لتر. هاي واحد. واثنين، اثنين عندنا مجموعة have، مجموعة verb to have، العفو ثلاثة verb to have. have اللي هي نفسها have، هاي المصدر have، وإذا ما أخذ اس الشخص الثالث يقولون عليه has، يعني مع الفعل المفرد has. وعندنا الماضي مالتين اللي هو had، يعني إذا جتك has وإذا جتك have، الماضي مالهم اثنين هنا يصير هاد. عندنا المجموعة الرابعة اللي هي يسمونها المودل اوكسيلياريز، المودل، المودل، مودل اوكسيلياريز، الافعال يسمونها الافعال الناقصة، الافعال الناقصة المودل اوكسيلياريز، الافعال المساعدة الناقصة. نعم الافعال المساعدة ناقصة. أغلب الطلاب ما يعرفوا ليش ناقصة، ناقصة طبعا ما تأخذ إس الشخص الثالث ولا تأخذ إضافة أي إن جي، ولذلك يسموها بالأفعال الناقصة، يسمونها المودل أوكسيلياريز، واللي هي أيضا الماضي ومضارع اللي هي مثلا وول وكان وشال، شال، ماي، ماست. نعم. وول اللي هي وود الماضي مالتها وود، وكان كود، وشال شود، وماي مايت. نعم. ماست طبعا ما إلها ماضي،
ماس دائما ما لها ماضي، واذا ردنا حولها الى ماضي ماضيها هاد تو، وهي مو من هذا خليها الشكل. هسه عندنا افعال ناقص من المجاميع هاي، بس هاي مهمه يعني اهم شيء هاي المجاميع. هذه المجاميع هسه عنا موجوده من الافعال الناقصه، من يبدي بها السؤال، من السؤال يبدي بواحد من هاي الافعال الناقصه. هذا الجواب ماله طبعا بس تعيد الجمله، يعني هو يسمونه yes no question، يعني الجواب بنعم او لا. بس احنا شو نسوي؟ نقول yes مثلا ونعيد الجواب كليته، بس نكون متاكدين من عنده yes موجود هو يعني بالقطعه الخارجيه، واذا no طبعا ما موجود وتعيده كليته نعم تنفيه. هذا الفرق بين هذا السؤال. اما المجاميع هاي اللي او الكلمات هاي ادوات الاستفهام اللي هي مثل وين، وير، هاو، هو، واي، وات، هاو، وين الى اخره، هذه من تشوفها بالسؤال تريد معلومه، يعني انت تجيب معلومه من القطع موجوده، مو مثل هذه. وهسه راح ناخذ نفصل بالتفصيل، ناخذهن اداه وننطع عليهن بعض الامثله. راح نمسح و نكتب واحدة واحدة. عندنا الأدوات، أدوات الاستفهام أو كلمات أدوات السؤال، الاستفهام اللي تبدأ بالـ WH هاي تريد، قلنا تريد معلومة، وعندنا ملاحظة عليها نقول تحذف عند الجواب ويكون جواب في القطعة ما يلي. هذه ملاحظة. أداة السؤال التي تبدأ ب WH نسميها WH question، تشملهن هاي كلهن، تحذف عند الجواب، نحذفها عند الجواب، يعني من نجاوب نحذف هذه الأداة ونشوف شن هو المطلوب. إذا لو جينا على وين معناها متى، نحذف وين عند الجواب، ونأتي بالجواب مالته اللي هو يكون ظرف زمان، جوابها يكون جواب وين، يعني هاي وين خلينا نكتب هنا بمقابلها، جوابها يكون ظرف زمان. وظرف الزمان طبعا، ظرف الزمان اولا هاي مجموعه، ظرف الزمان مثل، خلينا نكتب منها ظرف الزمان مثل ايش ظرف الزمان اللي هي last week، نكتب last week، هذا ظرف زمان. فارزه two days ago yesterday، two days ago، فارزه yesterday، هذا هم ظرف زمان، yesterday البارحة، tomorrow غدا، بارحة أو أمس، نعم tomorrow، next year in the future، next year يعني السنة القادمة، in the future يعني في المستقبل، هذا كل ظرف زمان يصير جواب الوين. وأيضا سنة من السنين مثلا، سنة أي سنة مثلا، إن مثلا 2003 هذا أيضا ظرف زمان، ناو الآن أيضا ظرف زمان، و at present time، at present time
at present time و at the moment at the moment at the moment يعني في اللحظة في اللحظة في اللحظة معناتها at the moment ونقدر يعني احتمال يجي جوابها at زائدا o'clock o'clock ck خلينا نشوف هنا o'clock هنا مثلا نقول at 3 o'clock 3 at 4 o'clock at 5 o'clock والى اخره حسب التوقيت هذا ضرب زمان كل هاي الظروف تصير لوين نعم اكو ادوات التتابع الزمني اثنين نعم ادوات التتابع الزمني طبعا هذه ايضا هاي الادوات ادوات التتابع الزمني تكون هي جواب الوين ونكتب من عندهن وكلش مهمات ذني على طول جنب اسئله الوزاري ادوات التتابع الزمني ادوات التتابع الزمني خلينا نقول هنا 4 5 الى اخره مشكلة أدوات التتابع الزمني اللي هن نكتب منها مثل after واحد after after يعني بعده اثنين before before يعني قبله قبله as soon as soon as لما وعندما when حينما و وايل هذه ايضا بينما يعني بينما از نعم لما معناها لما و باي ذا تايم باي ذا تايم يعني في الوقت الذي الوقت الذي by the time عندنا بعد till وانتل until يعني معناها حتى او الى ان الى ان هذه ادوات التتابع الزمني نعم باور هنا أدوات التتابع الزمني ملاحظة واحد في حالة السؤال عن ظروف زمان يكون جوابها ظرف الزمان نفسه نعم أكيد هذه تكون هي هاي ظرف زمان هاي ظرف زمان من نسأل وين من نسأل وين لازم جوابها واحد من هاي الظروف يكون بالقطعة واحد من هاي الظروف يكون بالقطعة هذا الجواب مالتها وإذا سألنا عن ظرف زمان إذا سألنا عن ظرف زمان من ذني يكون مثلا جواب نفس هذا الظرف الزمان ناخذ مثال على سبيل المثال نقول جون ترافل تو فرانس إن مثال جون ناخذ المثال جون traveled يعني سافر to France يعني سافر إلى فرنسا in ألف يا هذا مثال 2014 خلينا نشوف هنا نقول هذا هنا لو جاء سؤال when did John travel to France هذا السؤال احنا هذا يكون قلنا اذا ما هاي متى معناها متى من تسأل بوين الجواب يكون
ظرف زمان يدل على زمان، هاي كل ظروف زمان. هسه اخذنا مثال واحد من عنده اللي هو ان 2014، ونريد نقول الجواب هسه الطالب شلون راح يجاوب. الطالب طبعا يعتمد اعتمادا كلي على ترتيب الفاعل. ترتيب الفاعل طبعا اذا وجد الدد تنحذف الدد والفعل يكون ماضي. هسه الجواب جون، نعم traveled، حذفنا did الفعل صار ماضي، نعم to France in، موجود مثلا in هنايا سؤال، نعم John traveled to France، وهذا فراغ راح يدور على الطالب. طالب شاخذ هسه عينه ياخذ اذا ما عنده معاني طبعا ياخذ الفاعل والفعل، الفاعل والفعل وبعض الكلمات المميزه بالسؤال مثل تو فرانس ياخذ ويروح يفحص الجمله، راح يلقى كلمات، يلقى جون، يلقى ترافلد سافره، يلقى كلمه فرانس مثلا هنايا، هذه الكلمه اللي وراها يعرفها هو جواب الجواب يكون بالقطعه لهذا السؤال في اكتبها ان، نعم نقطة. هذا بما يخص اكو ملاحظة أخرى على أدوات التتابع الزمني، أدوات التتابع الزمني ناخذ ملاحظة أخرى على أدوات التتابع الزمني اللي هي after before، وهاي خلينا ناخذ مثال آخر عليهن. أدوات التتابع الزمني اللي هنا قلنا after و before و as soon as و when و while و as و by و by the time till until، ناخذ بس مثال على هذا. قول ملاحظة في حالة وجود أداة ربط للتتابع الزمني يكون الجواب أداة التتابع وما بعدها. ملاحظة 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 في حالة وجود أداة تتابع، في حالة وجود أداة تتابع زمني يكون الجواب أداة التتابع، أداة التتابع وما بعدها. شنو ما بعدها؟ يعني تأخذ الأداة احتمال تجيك أفتر احتمال before، هاي هذني ايضا تسال بوين. مثال ناخذ مثال 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 نقول هي هاد دان هيز هوم ورك، هذا على هذا مثال، يعني بنعطيك مثال يعني وكانما يعني هذه قطعه، بنعطيك مثال هاي قطعه يعني بس قطعه مصغره ماخذ لك على قد السؤال الموجود. مثال he had done his homework، he had done his homework، واجبه يعني حل واجبه البيتي before he went to school، نعم before he went to school، نعم هاي قطعة يعني. هسه هاي قطعة بس احنا ماخذين بس هذا من عندها. نقول السؤال when had he done his homework، والسؤال هذا هاي الواحد هاي اثنين الجواب السؤال مالها when he had done his homework، نعم يعني احنا قلنا هاي الأداة تسأل عن الزمان، تسأل عن ظرف زمان، متى حل واجبه البيتي، متى حل واجبه البيتي، هاي واجب بيتي، واجبه البيتي،
انت راح احل واجبك البيتي. شو وقت تحل الواجب البيتي؟ طبعا جواب هو اداه، هاي الاداه اداه التتابع الزمني وما بعدها، وما بعدها، هذا هو الجواب. اذا وين الجواب؟ طبعا رتب هذا السؤال اذا ترتبه، واذا راسا تجاوب before he went to school، هذا الجواب هو before he went to school. نعم هذا الجواب. اذا من يكون بالقطعه، يعني هذا أداة تتابع زمني مثل after, before, as soon as، هي تكون الجواب وما بعدها، أيضا كلها تكتبة هذا. وطبعا هن ذني كليتهن مختصات بوين، باوع عن شرحة بوين، هذه هاي ظروف، هاي ظروف الزمان، وهاي أداة التتابع الزمني تكون جواب، أيضا تكون جواب بهالحالة هاي. ومن عندهم وايل ووين وإلى آخره. عندنا نقدر ناخذ مثال لآخر، بس أنا أشوف هسه هذا يكفي لهنا. ناخذ أداة أخرى، ناخذ أداة أخرى، عندنا أداة أخرى اللي هي where، W-H-E-R-E معناتها أين، أين. من معناها هاي الأداة؟ الجواب مالها يكون ظرف مكان، ظرف مكان أو اسم مكان. معناها أين؟ نسأل بها عن المكان، نحذفها عند الجواب ملاحظة معناها أين؟ نحذفها عند الجواب، عند الجواب. هنا كل أدوات اللي تبدأ بالW H question نحذفها عند الجواب. يكون الجواب في القطعة، يكون جواب في القطعة واحد، يكون جواب في القطعة حرف جر وبعده اسم، حرف جر وبعده اسم، هذا واحد. أو اثنين يكون مثلا بعض الحالات يكون ظرف مكان، ظرف مكان اللي هو مثل here و there هناك. يعني هذه ظروف مكان تصير جواب الكلمة الأداة استفهام where. وأمثلة على حرف جر وبعده اسم، أمثلة على حرف جر وبعده اسم، نقول مثلا at school أو at home، at home in the school مثلا، عند ماركت، وهكذا نقدر من هالشكل نقول near أو beside the library، in the library مثلا، in the library في المكتبة، in the library. و next to the post office مثلا، أو نقدر نقول by the door in his car، أو in his car في سيارته، يعني جالس مثلا في سيارته in his car. أو نقدر نقول around the tree، over there، وهكذا above the نعم. ونكمل هاي حروف جر وبعدها اسم. مثال ناخذ where is the library مثلا، كتبت هنا مثلا سؤال where is the library، على سبيل المثال اين المكتبة، هيك سؤال اكيد راح يكون الجواب مثلا حرف جر وبعده اسم. مثلا نقول
next the post office job مثلا موجود بالقطعة، على سبيل المثال نقول next موجود the post office، يعني نعم يعني مجاور ال مجاور دائرة البريد وهكذا. على هالترتيب هذا احنا نعرف جواب where، يعني where يجي جوابها بالقطعة. اما ظرف مكان مثل here there، او يجي جوابها حرف جر وبعده اسم، يعني مثلا في الشارع in the street in the school at home in the library وهكذا، هذا الجواب يكون جواب اللي الوير. عندنا أداة أخرى اللي هي how. how معناتها كيف، how معناتها كيف. طبعا جوابها يكون ظرف حال، جوابها بالقطعة أذن هاي أيضا نحذفها، وجوابها يكون في القطعة يكون واحد جواب هاو، هاي هاو خاف ما تشوفها هناك ننقلها لي جاي اللي معناها كيف، كيف جوابها بالقطعة واحد ظرف حال، ظرف ظرف حال، يعني تلقى ظرف حال بالقطعة وتجاوب عليها. طبعا انت شلون تعرف تاخذ الفاعل والفعل، الفعل يوصلك والكلمات المميزة يوصلك إلى هذا، تلقى ظرف حال عادي أنت تختار جاوبه هذا. نعم ظرف الحال، ظرف الحال دائما ينتهي بال واي، ظرف الحال وهو ظرف وهو كلمة، وهو كلمة ينتهي بال واي، كلمة تنتهي بال واي، هذا اللي هو ظرف الحال. وشنو ظرف الحال؟ ظرف الحال هو كلمة تنتهي ب ال واي. وناخذ عندنا ظروف هواي، ظروف الحال مثل كوكلي هابلي، نعم مثلا كوكلي هذا ظرف حال، هابي هابلي ايضا. وعندنا ظروف حال ايضا، ظروف حال بس ما تنتهي ب ال واي، متى ظروف حال؟ اثنين ظروف حال، ظروف حال بدون ال واي، بدون ال واي ما بيها ال واي، اللي هي مثل well fast و hard، h a r d، هذا يعني صعب، fast يعني سريع، well يعني حسنا جيدا. هذا ظرف حال يصير جواب لمن؟ كيف، كيف كيف اتى؟ اتى مسرعا، كيف كان؟ كان سعيدا، وهكذا تكمل انت عادنا، كان سريعا، كان جيدا، و يعني انت تعرف بعد هذا الظرف الحالي اذا موجود هو جواب الهاي او الهاي الكلمه اللي هي هاو. او ثلاثه يكون جوابها يكون